لازال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف يواصل تصرفاته المثيرة للجدال في الفترة الأخيرة بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى الاتحاد التونسي بعد 24 ساعة فقط من كارثة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، وهي المباراة التي شهدت مهزلة تحكيمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى نتيجة الظلم الذي تعرض له الوداد بعدم احتساب هدف صحيح لهم في مرمى شباك الترجي. ورفض الحكم الغامبي باكاري غاساما اللجوء إلى استخدام تقنية الفيديو بجانب تعطيلها المفاجئ بعد أن أصر لاعب الوداد على الاستعانة بتقنية الفيديو. وأثارت زيارة أحمد لمقر الاتحاد التونسي الجدل حول تصرفاته في ظل رؤية البعض أن كرة القدم الأفريقية بدأت في الرجوع للخلف كثيرا نتيجة الإدارة غير الجيدة من قبل رئيس الكاف الحالي، خاصة بعد المشهد المؤسف الذي خرج عليه نهائي دوري الأبطال. يذكر أن الكاف أعلن عن عقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لأخذ مجموعة من القرارات بخصوص نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.